الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التقى وهو كده بيتفقد اعمال تطوير استاد الزقازيق، قابل مجموعه من الشباب المنظمين في الموضوع ده، ودول ضمن برنامج تدريبي لتنميه المهارات الحياتيه واداره المشروعات الصغيره. ايه ده؟ ده بتنظمه وزاره الشباب والرياضه. وكان واقف معاهم الحقيقه الدكتور مصطفى مدبولي، وجه كلمه للشباب وقال لهم فيها انه يعني هو شايف انه في نموذج العماله الوافده لمصر من بلدان عربيه شقيقه، قد ايه اشتغلوا وانتجوا، واجهوا تحديات كبيره كونهم مهجرين من بلدهم، احوالهم صعبه جدا، فقدوا كل اموالهم وممتلكاتهم في دولهم الاصليه، فجاءوا الى بلد غير بلدهم، ممكن يبقى الشخص ده بيته اصلا هناك في بلده اتدمر، حياته، مدارس ولاده، جامعات ولاده، كل ده فقده، جاء لبلد غريبة عليه وبيشتغلوا في أعمال بسيطة جدا واستطاعوا تحقيق نجاحات فيها، وقبل أنه يشتغل في وظائف يمكن إحنا عندنا شباب البلد هنا ما يقبلهاش، يقولك لا وأنا هقف أشتغل على كنافة، وأنا هقف أعمل شاورما، وأنا هصلح معرفش إيه، وأنا هنتج معرفش إيه. ممكن بعض الشباب يرفض ده، بس الوافد ده لما جاء عشان يعدي بنفسه وبأسرته بأولاده الظروف الصعبة اللي بيعدي بيها، اشتغل أعمال واشتغل تجارة ونجارة وسباكة واشتغل مأكولات، اشتغل كل حاجة ونجح وأثبت نفسه. مين فينا النهاردة لما بيشوف عامل سوري في أي مجال ما بيكنلوش كل الاحترام وما بيبقاش عارف إنه شغله هايل 100% وفي أمانة وضمير في عمله؟ مين فينا النهاردة مش عارف ده؟ كانت دعوة لطيفة الحقيقة انه رئيس الوزراء قال لهم، يعني قال للشباب هناك واتكلم معاهم وقال لهم انه لازم يبقى عندنا الثقافة دي ولازم نقبل ان احنا نوقع عشان نعدي بالمرحلة دي. مش ضروري كل شغلانة ناخدها دلوقتي هي الشغلانة اللي انت بتطمح ليها في الاساس، مش بالضرورة، بس على الاقل اشتغل في حاجة خد منها خبرة، خد منها مرتب اخر الشهر لغاية ما ربنا يكرمك وتوصل للحاجة اللي انت عايزها.